اسمع احفظ ما تحفظ. أيه. البرامج العرب يثير اهتمامك مقدمي البرامج الرياضيه؟ شوف انا بكل دوله اتابع مجموعه. اي هو اريد تسمي لي مثلا اي مقدم برامج بالعراق ممكن أيه. اكون مخطئ من تقول له مثلا منو افضل مقدم برنامج رياضي عربي يقول لك مصطفى الاغا، هذه ما يختلف عليه اثنين طبعا. ابو كرم زين. انا شخصيا اميل لوليد الفراج مقدم برنامج اكشن على ام بي سي اكشن. يعجبني اسلوبه شويه، طرحه جريء، فضلا عن طبعا مصطفى الاغا يعني علم من اعلام تقديم البرامج. والله اثنين متابعهم في مصر طبعًا. ابراهيم المنيسي حلو. اي في السعوديه تركي العجمه طبعا اسماء حلو. كثيره اي. ومن المغرب العربي في تونس ايضا، فارق اللغه والاختلاف باللهجات صعب افهمهم، فما من تابعهم وهم بعيدين، دورياتهم ما مسوقه انه بشكل واضح، رغم انه ترى هم عندهم برامج طبعًا رياضيه طبعًا متعصبين يعني جداً كجماهير جداً طبعا جداً. طبعا شكرا جزيلا اخ علي. اذا نروح على السؤال الثاني.